Bonjour, mes chers élèves. Alors, pour la vidéo, on déroule la troisième partie de ce cours de l'eau, qui est le cycle de l'eau. Cycle de l'eau, c'est la cycle de l'eau. Yani, comme on le sait, cycle, c'est une cycle de l'eau. Donc, dans la vidéo, on va voir bien ce qu'est le cycle de l'eau. وش هما لي زيتاب ديالها، شنو هما المراحل ديالها، مفهوم؟ الوغ هاد الدورات الماء ديجا راه قريناها، غير غادي نزيدو نتعمقو فيها شويه. الوغ هنا قال لك جو بوز اون كيستيون، يعني اطرح تساؤل. لو دو بلوي طومب دون لا مير، يعني ماء المطر، يعني طومب دون لا مير، يعني فين يعني اين يصب هذا الماء المطر؟ يصب في البحر. بوكوا سيلسي نو ديبورد تيل با، قال لك بما ان الماء ديال الشتا كطيح، حنا تنقولوا الشتا تطيح ولا المطر، فهم يعني باش تنقولوا ان المطر يعني كيصب على البحر. علاش قال لك هنا بوكوا سيلسي؟ سيلسي كتعود على لا مير، يعني على البحر. علاش ان البحر نو ديبورد تيل با ما كيتمش، يعني ما كيفيضش، باش يعني كما كنعرفوا حنا لا مير فيه الماء باش غتصب عليه الشتا، حنا تنقولو الشتا باش غينزل المطر، يعني علاش ما غيفيضش هاد البحر هذا؟ إذا هادي سيت اون كيستيون كون دوا ريبوندر، كون دوا ريبوندر بيان سور. ألوغ هنايا عندي جو بروبوز اون ريبونس، يعني أفترض أو أطرح إجابة أو جواب على هذا التساؤل. كل واحد منكم غيكون ضروري غيكون فكر في واحد الجواب، يعني باش تكونوا في القسم. كل واحد الاستاذ غيبقى يقول لك يلا فوالا، غيبقى نتوما تديروا دي بروبوزيسيون، يعني تعطيو افتراضات، مفهوم؟ يعني كل واحد يعني تيجاوب الجواب ديالو وكيتسجلوا دوك الاجوبه، ومن بعد يعني كتحققوا من دوك الاجوبه، يعني كنت ناخذوا دوك الاجوبه الصحيحه هما اللي كيشكلوا لنا يعني خلاصه ديال الدرس. تخي بيان. الوغ هنا قال لك جاناليز ان دوكيمون، يعني احلل. عقلوا على لي فيرب عافاكم، تبقاو تعقلوا على اللي الا بغيتوا تتعلموا اللغه الفرنسيه ديما تبقاو تكتبوا الكلمات وحدها شنو كتعني باللغه العربيه وتبقاو تحفظوهم، وكل مره راه يعني كيتعاودوا. جاناليز ان دوكيمون، يعني احلل وثيقه. يعني هنا قال لك كونسلتي لو سيت www.تعليم-تيس.ma، يعني قال لك كونسلتي. كونسلتي هي تيقول لك يعني بحال تيقول لك دخل لهذا الموقع هذا، يعني غندير لكم واحد شورت فيديو غنشرح فيه كيفاش تدخلوا لهذا لو سيت هذا اللي غتلقاو فيه الدروس، وبزاف ديال الدروس، بزاف ديال يعني الشروحات مبسطه، يعني تزيدوا تستافدوا اكثر. كنصحكم انكم تبقاو تستعملوا الوسائل التكنولوجيه، مثلا يوتيوب، دي باج في الفيسبوك عندهم علاقه بالدروس، اي باج يعني اي حاجه حاولوا تستافدوا منها. دي سيت تبقاو تدخلوا لي سيت تقلبوا في جوجل، يعني حاولوا تكونوا عصاميين اوتو ديتاكس، يعني ديروا تقريو راسكم بنفسكم، مفهوم؟ عاد ديك الساعه لانه الاستاذ ما غيعطيكمش 100% في القسم، يعني غيعطيكم مجرد يعني دوك لي بوان اسونسييل. الوغ نتوما خصكم تبدلوا واحد ليفور يعني بيرسونيل. الوغ هنا قال لك غاتكونسلتيو لو سيت، يعني غادخلوا لهذا لو سيت هذا. اكزاميني لا غوسورس نيميريك انتيتولي سيكل دولو، غادخلوا لواحد واحد لونجل تما، واحد لونجلي سميتها اونجلي، يعني واحد لاتوش غتلقاوها تما سميتها سيكل دولو، غاتكليكيو فيها. ايدونتيفي ابارتيغ دو سات غوسورس، يعني من خلال هاد لا غوسورس هادي ملي غاتكليكيو هنا، يعني ماشي غاتكليكي وغتلاحظوا في هذا لو سيكل دولو، غتشوفوا غاتيدونتيفي وغتحددوا، حيت هنا قال لك اكزاميني، يعني غير اكزاميني، يعني بحال تيقول لك فيريفي، يعني اكتشف اكتشف شوف هذا السيكل دولو. هنا قال لك ايدونتيفي ابارتيغ دو سات ريسورس، يعني غتحدد من خلال هاد السيكل دولو اللي هي هاد الريسورس اللي غتشوفوها. لي ريزيرف دولو، اذا غندير لكم واحد شورت فيديو شوفوه وكيفاش غتدخلوا هذا لو سيت وكيفاش غتدخلوا لهاد لا ريسورس هذه. ايدونتيفي ا بارتير دو سيت ريسورس
لي ريزيرفوار دو لو، يعني غاتيدونتيفيو لي ريزيرف شكون هما خزانات الماء، لي زيتا دو لو، يعني هاد لا ريسورس غتلقاو فيها دي ريزيرفوار دو لو، غتقولوا لنا شكون هما اللي عندكم في ديك لا روس، ديك لا باج اللي غتدخلوا ليها. لي زيتا دو لو يعني الحالات ديال الماء، راه كنا ديجا شفناهم. لي زيتاب دو سيكل دو لو، غتقول لنا المراحل ديال هاد دورة الماء. وهنا قال لك فيغ ان بيلون، يعني غتقوم بواحد لو بيلون. داكوغ، اذا انا غندير لكم واحد لو شور، واحد شورت فيديو، او نقدر ندير حتى جوج الا ما كفانيش. داكوغ، اذا يعني غنشرح لكم كيفاش تدخلوا لهاد لو سيت، وكيفاش تدخلوا لهاد لا غوسورس دي سيكل دو لو. وغنتير ندير لكم واحد شورت فيديو اخرى، او في لا ميم غندير لكم يعني كيل سون هاد لي ريزيرفوار. حاولوا نتوما بعدا ديروا هاد لو ترافاي هذا شيفو، ومن بعد غندير لكم شورت فيديو ديروا لي زيتا دو لو. اذا هادشي اللي شرحت لكم، غدير واحد لو بيلون. لو بيلون هو واحد الحصيله، يعني مثلا غتقول لي لي ريزيرفوار دو لو سون كذا وكذا، لو سو تروف دون لا ناتور ولا دون لونفيرونمون سو تخوا زيتا، غتقولهم ليا. شفناهم ديجا لي زيتاب دي سيكل دو لو، يعني المراحل ديال سيكل دو لو غتشوفوهم نيت فهاد لا غوسورس هادي، وغتسيتيهم. داكوغ، الوغ نتوغ لا باج، لاحظوا معايا هنايا مزيان. دونك هنايا اناليزي لو دوكيمون اي ريبوندر او كيسيون، قال لك حلل. اي هذيك جاناليزي احللو، اذا هنا اناليزي تيقول لك حلل الوثيقه لو دوكيمون، وتتعاود المصطلحات يعني باش تعلموا الفرنسيه، يعني خصكم تبقاو تحفظوا المصطلحات، لان الجمله اللي فهمتي فيها الكلمات يعني بلا الكونجيغيزون هذه، يعني الى فهمتي معنى الكلمات غتفهم الجمله. اي ريبوندر او كيسيون، analyser le document et répondre aux questions. Répondre et نجاوبوا الاسئله. اذا هنايا غتاناليزي، غناناليزي يعني كل واحد بطريقه الاناليز ديالو، كاين اللي غيشوف التصويره من هنا، كاين اللي غيشوفها من هنا، كل واحد شنو غتقرا بحال غتكتشف، هذا بحال غتكتشف. هنايا عندي ايفابوريزاسيون، ممكن نشوف هنا الاسهم طالعين الفوق، شنو كتعني هذه؟ تقدر بلا ما انا نكون عارف ايفابوريزاسيون، ولكن غنشوف الاسهم طالعين، غنشوف الشمس هنا، اذا الشمس يعني استطاعت على سطح البحر، اذا شنو دار الماء؟ سخن هو يطلع الفوق. شنو تنسميو الظاهره هذه؟ هي ظاهره التبخر، قريناها ديجا في النشر العلمي، هي بالفرنسيه ايفابوريزاسيون. داكوغ، عاوتاني هنايا شنو كنلاحظو؟ باش كيتبخر الماء كيتشكلوا ليا هاد السحاب هادو، اذا هاد السحاب باش كيتشكلوا تيتملق لهم بواسطه الرياح، هاد التشكل ديال لي نياج اللي هما السحاب تيتسمى التكاتف، تيتكاتفوا، يعني هو الكوندونساسيون. داكوغ، كذلك هنايا الشمس باش كتسطع على النباتات ولا على اي اشياء على مستوى سطح الارض، كيوقع واحد تيخرج لنا واحد البخار ديال الماء، لان النباتات هي اللي تيخرج منها بخار ديال الماء، هذه تنسميوها ايفابو ترانسبيراسيون. هاد الظاهره هذه كاينه ليفابوريزاسيون باش يكون عندنا غير الماء، التبخر ديال الماء فقط، اما هنايا تيكون عندي يعني تيخرج يعني بداك البخار الماء من خلال النباتات لي فيجيتو، مفهوم؟ الاشجار والى اخره. دونك هنايا عندي بريسيبيتاسيون، ها هي يعني عندي السحاب هنايا، يعني ها هما تيبانو ليا التساقطات، التساقطات هما لي بريسيبيتاسيون، قالوا المصطلحات. هنا عندي هما الاسهم لي فلاش، شنو كيبينو ليا؟ التساقطات عفوا، عندي انفيلتراسيون، يعني انفيلتراسيون يعني الماء كينغرس وسط، يعني وكيفين كيمشي؟ كنلاحظو عاوتاني كيمشي للارض، مفهوم؟ هاي عندي ايكولمون عاوتاني، هو الجريان، هو يسيلمون بحال هاكايا، مفهوم؟ اذا يعني هذه كامله تيتبخر الماء، كيمشي كينزل على شكل تساقطات، تينغرس تيمشي تيرجع، اذا هذه هي لو سيكل دولو، مفهوم؟ عليها تياخد هاد الملحه دائري، يعني سيكل، عليها سمينا دورة الماء، دورة، تيدور الماء، كيدور، مفهوم؟ قالك هنا سيغ تيغ أو تخوف طون دو لو. سيغ تيغ على مستوى الأرض، على الأرض أو تخوف طون دو لو، أين نجد الماء؟ إذا باينة،
كيس كي بيرمي. اذا انا غنجاوب لكم على هاد لي كيسيون، انا تنشرحهم وحاولوا نتوما تحبسوا لا فيديو تجاوبوا عاد تشوفوا التصحيح داكور، ماشي تشوفوني شال لا كوريكسيون. كيس كي بيرمي الو دو سيشابي دو لا مير، يعني كيس كي بيرمي، بيرمي لو فيرب بيرميتر، يمكن مكان يمكن، شكون اللي كيمكن اللي كيسمح او بارفوا كنستعملو حتى يعني يسمح بيرمي، شكون اللي كيسمح الماء دو سيشابي دون لا مير، يعني كي شكون كيخلي الماء كيهرب سيشابي، يعني تنقولوا سيشابي يعني كيبعد على لا مير، يعني كي ما تيبقاش في لا مير، يعني حنا يعني كنقصدوا به التبخر. يعني شكون شنو هو العامل الرئيسي اللي كيخلي الماء سيشاب دو لا مير؟ كومو سابيل سو فينومين، يعني ماذا نسمي هذه الظاهره؟ ده راه قلتها لكم دايرا. كومون لي نيواج سو فورمتيل، كيف تتشكل كومون سو فورمتيل لي نيواج؟ انا قريتها لكم بواحد الطريقه غير يعني باش تفهموها. كومون كيف لي نيواج، انا مثلا انا ما عارفش الفرنسيه ما عارفش، ولكن عارف كومون هي كيف، عارف نيواج هما السحاب، عارف فورم، فورم يعني شكل يشكل، يعني غنفهم يعني كيفاش تيتشكلوا السحاب، مفهوم؟ هاكا تنفهموا اللغه الفرنسيه. داكوغ، الوغ قالها كيف تتشكل السحاب، إلا راه قلتها ديجا، إي دو كوا سونتيل كونستيتي، ومن ماذا تتكون، مفهوم؟ دون سيغتان كونديسيون، في بعض، في دون هي في سيغتان، بعض كونديسيون شروط، دون سيغتان كونديسيون، لو بو روتومبي سور تير سو فورم دو بريسيبيتاسيون، بعض شروط لو يقدر يتساقط سور تير على الأرض سو فورم على شكل تساقطات، لي بريسيبيتاسيون هما التساقطات، هنا قالك دوني اعطي كيلكو فورم دو بريسيبيتاسيون، بعض الأشكال التساقطات، لا راهم باينين، أو سي بريسيبيتاسيون فونتيل، أين هاد هاد لي بريسيبيتاسيون كيمشيو، لو فيرب فونير، مفهوم؟ عفوا الي، لو فيرب الي فونتيل، داكوغ؟ فين كيمشيو، داكوغ؟ بريسيزي لي ديفيرونت زيتاب دو فواياج دولو، حدد مختلف مراحل السفر ديال ديال الماء، إذا راه مبين عندنا في لا فوتو. بوكوا بارلتون دو سيكل دولو، علاش كنهضرو على لو سيكل دولو؟ دونك تخي بيان، الوغ اون فوا ريبوندر. دونك لا بخوميييغ كيسيون، هنا قالك سيغ تيغ أو تخوف طون دولو، يعني على الأرض فين كنلقاو الماء؟ راه باينة دون لي ميغ إي لي زوسيون، لاك، ريفيير، كور دو، اتسيتيغ. فهم يعني كل واحد، يعني تقولوا لنا فين على مستوى الارض راه شفنا هما الخزانات، هنا بحال قال لك، بحال قال لك شنو هما كيل سون لي ريزيرفوار دولو، مفهوم؟ اذا هنايا غتقول لي الخزانات، مفهوم؟ الا قال لك او تخوف طون ولا دولو فين كنلقاو الماء او كيل سون لي ريزيرفوار، غتذكر لي هذا لي مير لي زوسيون لاك ريفيير اتسيتيرا. داكوغ، الوغ هنا قال لك كيس كي بيرمي دولو دو سيشابي دو لا، شكون اللي كيخلي هاد الماء هذا يطلع الفوق يبعد على هذا اللي هنايا؟ دونك هو هي لا شالور، هي درجة الحرارة، السخونية ديال هاد أشعة الشمس، دونك لا شالور، ها هي لا شالور. قالك كومون سابيل سو فينومين، ماذا نسمي هاد الدائرة؟ ها هي ايفابوريزاسيون، تنسميو فينومين هي ايفابوريزاسيون، ها هي داكوغ، سو فينومين ابيلي ايفابوريزاسيون، داكوغ؟ Très bien. Alors, هنايا قال لك comment les nuages se forment-ils؟ كيف تتشكل السحاب؟ ها هي، يعني هذا الماء اللي كيتبخر كيتكاتف وكيشكلنا السحاب، بسيطة جدا. إذا هنايا لو اون ليتا ليكيد، ها هي الماء في الحالة، يعني هنايا تيكون في حالة سائلة، سي فابور يعني كيتبخر دون لاتموسفير، مفهوم؟ دون لا سي فابور، ها هي سي فابور دون لاتموسفير، تيتبخر فين تيطلع الغلاف الجوي، اي فورم دي نياج و تيشكلنا السحاب، إل سون كونستيتيي، هنا قالك إي دو كوا سونتيل كونستيتيي،
كونستيتي عقل لا دو فيرب اي سو ريبيت يعني سوفون تاع دائما كيتعاود هذا لو فيرب كونستيتي يعني كيتشكل بحال كومبوزي مفهوم من ناش كتشكل هاد السحاب هذا راه باينه يعني شنو فيها فيها الماء اي سون كونستيتي دو لو مفهوم ولا الا قلتي لي تا لا فابور دو مفهوم تا هي صحيحه يعني ان لا فابور دو هو واحد الشكل ديال الماء تا هو كذلك Où ces précipitations vont-elles? Aïna, yani, la afon, dans certaines conditions, l'eau peut retomber sur Terre sous forme de précipitation. Dans les quelques formes de précipitation. Tassakotat, deux types. Elle juste un noir. Tassakotat, tchelgia, tassakotat, mataria. Yani, tchikoun, elle dit le matar, ou le tchelg. Les précipitations de l'eau et de neige. Il y a un tassakotage de l'eau. Ou tu peux dire de pluie. Il y a un tassakotage de l'eau. Il y a un tassakotage de l'eau. Les précipitations de l'eau et de neige. Ou de l'eau. D'accord? Alors, où ces précipitations vont-elles? اين كتذهب هاد لي بريسيبيتاسيون ها باش كطيح الشتا او الثلج تنقولوا حنا تينزل المطر يعني هي تينزل المطر هي صحيح ما نقولش طيح الشتا لان هذاك راه فصل الشتاء فهم ها هو تينزلوا هنايا فين كيمشيو كامل تي لانفيلتراسيون ايكولمون ويسينمون كيجري هنا كينغار تحت هاد الفرشات المائيه اتسيتيرا فين تي كاملين فين كيصبوا كيصبوا في البحر فهم دون لي ريزيرفوار les grands réservoirs, les mers et les océans. D'accord? Alors là, au réservoir d'eau, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, au réservoir d'eau, entre parenthèses, les mers, océans, etc. D'autres îles aux rivières, d'autres îles aux cours d'eau, etc. Les réservoirs. Il y a précisé les différentes étapes du voyage de l'eau. Tu as dit qu'il y a différentes étapes du voyage de l'eau. Il y a des choses qui sont déjà. Évaporisation ou évatranspiration. Il y a des choses comme ça. Tu as dit qu'il y a des choses qui sont déjà. Ou il y a des choses qui sont évapotranspiration. Il y a des choses qui sont déjà. لان بجوجهم تيخرج منهم بخار الماء سواء من هذه سواء من هذه فهم من بعد شنو تيوقع كوندونساسيون تكاتف ها هي تيتكاتف باش تيتشكلوا لي السحاب من بعد شنو تيوقع عندي بريسيبيتاسيون يعني نيشان بريسيبيتاسيون يعني شكون باش كيتكاتف تيتشكل لي السحاب هذا يعني كتنقلوا الرياح كيتحولوا هادو بفعل عاوتاني هنايا واحد الدائره اللي هي ديال التساقطات تيتساقط مفهوم وكاين عاوتاني تيصب هاد الماء هذا في لي غون ريزيرفوار كيتبخر كذلك هادي هي لو سيكل دولو داكوغ هنا قالك بوكو بارل طون دو سيكل دولو علاش كنهضرو على دورة الماء علاش نقولو دورة الماء علاش راه ساهلة كار لو ترافيرس ان شومان سيكليك ان الماء تيقطع واحد المسار سيكليك دائري يعني عليها تنسميوها سيكل دولو علاش ما سميناهاش تريونغل دولو ولا ريكتانغل دولو ولا فهم اذا ما يمكنش لانه حنا عندنا واحد شكل دائري سميناه سيكل دولو تري بيان الوغ هنا قال لك جو ستريك شير مي زابرونتيساج ابني تعلماتي قال لك لو ليكيد دي مير لاك لو ليكيد يعني الماء السائل ديال المياه والبحيرات والوديان والسواحل الى اخره سي فابور دون لاتموسفير يعني هادو هما لي مير لاك هادو كاملين كيتسماو لي ريزيرفوار دو سي فابور يعني كيتبخر دون لاتموسفير في الغلاف الجوي اللي هو هذا الغلاف الجوي هو ديك الطبقه اللي فوق سطح الارض كاملة كتسمى غلاف جوي بور فورمي دي نياج يعني باش يشكل لينا السحاب ال غوطومبي او تاني يتم يعني التساقط ديالو اونسويت سيغ تيغ يعني على الارض سو فورم دو بلوي على شكل مطر او دو نيج داكوغ
يعني هادو هما لي بريسيبيتاسيون، عندي بريسيبيتاسيون تاع ساقوطات فيها جوج، كاين في الوي اي نيج، فهم يقدر تصب الشتاء، تصب الماء ينزل يعني المطر، ويقدر مفهوم يقدر لا نيج مفهوم او الثلج افون دو روتورني ا سون بوان دو ديبار، يعني قبل ما يعني افون دو يعني تتصب المطر وكذا عاد تيمشي للبوان دو ديبار ديالو اللي هما الخزانات ديال الماء اللي هما لي مير لي لاك، يعني نقطة الانطلاق ديالو. هذه كاملة قال لك هذه هي السيكل دولو، راه ساهلة وجد مبسطة، نتمنى تكون فهمتوا هاد لابارتي. اذا هنا عطينا ليسونسييل، يعني النقط الاساسيه، يعني ليسونسييل هي شي حاجه اساسيه مفهوم. الو هنا قال لك لي ريزيرفوار ناتوريل دو لو، الخزانات الطبيعيه ديال الماء، ها هي لي ريزيرفوار دو لو سور تير سون ملتيبل، يعني سون ملتيبل يعني جد متعدده. لي بلو غران سون يعني لي ريزيرفوار راه كاينين لي بلو غران، شكون هما؟ هما لي زوسيون اي لي مير، ال كونتيان دو لو سالي، فيهم الماء المالح. ديجا عندنا كنت نساو ديك لابارتي، لو دوس الماء العذب اتشون غوسور صغار، هي واحد المورد قليل قلنا، ال غوبريزونت موان دو 3%، يعني كيشكل اقل النسبة ديالو اقل من 3% من جميع الماء اللي عندنا سور تيغ، دو توت لو سور تيغ. إلي انديسبونسابل، إلي انديسبونسابل، شكون هو؟ هنا ال، هذه ال ديال الفيمينا، لأن الماء راه فرنسية، يعني سي ان نوم فيمينا، عقلوا عليها. إلي انديسبونسابل، يعني من الضروري، هو ضروري، جد مهم، انديسبونسابل هي جد مهم، ألا في، للحياة، سي ريزرفوار دواف إتخ بروتيجي، والخزانات ديالو خصنا نحافظو عليهم. داكو مثلا بحال السدود باش يكون عندنا الانهار، يعني فيهم لودوس خصنا نحافظوا عليه. هنا لي زيتا فيزيك دولو، الحالات الفيزيائيه ديال الماء سور تيغ لو اكزيست تخوا زيتا فيزيك، الماء تيتواجد على ثلاث حالات فيزيائيه، ها هي سوليد بحال باغ اكزومبل هادو تيتحطو، تيعطيكم غير هادو تيعطيكم طابلو يقول لك واش سوليد ولا ليكيد ولا غازو، عقلوا عليهم. غلاس يعني غلاس راه شي حاجه جامده، نيج تا هو غيل راه قلت لكم هو التبروري، اذا هادو ايطا سوليد. ايطا ليكيد بحالاش لاك، بحيره، اوسيون، بلوي، مطر. ايطا غازو هو فابور دو، داكو. الو هنايا قال لك لو ليكيد دي مير لاك، يعني الماء السائل ديال البحار البحيرات الوديان الى اخره، يعني لي ريزيرفوار دو لو اون جينيرال، سي فابور دون لاتموسفير كيتم التبخر ديالو في الغلاف الجوي بو فورمي دي نياج، تيشكلو لنا هاد لي نياج. هاد لي نياج شنو تيوقع لهم؟ ايل غوتومب، يعني ايل غوتومب شكون هو؟ يعني الماء، يعني لان هو تبخر ولا دي نياج ايل غوتومب اون سويت، تيعاود يسقط سور تيغ سو فورم دو بلوي او دو نيج، يعني على شكل مطر او ثلج افون دو روتورني ا سون بوان دو ديبار. هذه هي سي لو سيكل دو لو. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي مزيان، يعني لو شنو هما لي ريزيرفوار دو لو، شنو هما لي زيتا فيزيك دو لو، شنو هي لو سيكل دو لو. الوغ غتبقى لنا هاد لابارتي نقراو هاد لارتيكل هادي تاع كولتور سيونتيفيك، ثقافة علمية، غنديروها في لا بروشين فيديو ان شاء الله باش ندوزو لي زيكزارسيس. Et merci pour votre attention.